إلى محافظة سوهاج، حيث نظم نادي الإيمان للمعاقين بسوهاج احتفالية لتكريم أبطال النادي الحاصلين على بطولة الجمهورية من ذوي الهمم. تفاصيل وفاء مع زميلين خالد المشنب وحازم عيد. نظم نادي الإيمان للمعاقين بسوهاج احتفالية تكريم أبطال نادي الإيمان للمعاقين الحاصلين على بطولات الجمهورية من ذوي الهمم، بحضور يسري كفافي وكيل مديرية الشباب والرياضة لغضاع الشباب، والشيخ كمال الشندوي لمسؤول الأنشطة الرياضية بنادي الإيمان، وعلي أبو دوح المدير التنفيذي وجمع من أهالي قرية الشندوي البلد مركز المراغة. تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من اللاعبين الحاصلين على بطولات جمهورية متنوعة في مختلف المسابقات. تكريم النهاردة لأبطال نادي الإيمان حركي وذهني ورفع أثقال. تم تحقيق عديد من البطولات نادي الإيمان، ذهب وبرونز وفضة، رفع الأثقال ربنا كرمنا بالذهبية في بورسعيد بطولة القوة، ربنا كرمنا ب 11 ميدالية منهم ذهب وبرونز وفضة، والحمد لله الذهني ربنا كرمنا بثمان لعيبة حاصلين على ثمان ميداليات ذهب وبرونز وفضة. فنادي الإيمان الحمد لله غني بأبطاله وغني بلاعبته. النهاردة عندنا في شندويل كرمنا أبطال نادي الإيمان للمعاقين بسوهاج اللي حاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على مستوى، في منهم خد بطولات على مستوى العالم وبطولات على مستوى الجمهورية. فالنهارده عامل لهم تكريم، عندي تكريم مادي تكريم معنوي ان اكون مشارك معاهم في احتفالاتهم بصفتي كرئيس الانشطه الرياضيه في نادي الايمان للمعاقين. احمد محمد جمال عبد العال عرب الشهير بالكابتن احمد عرب حاصل على بطوله العالم في شهر مارس 2024، الحمد لله عملت مركز اول وميداليه ذهبيه والمركز الاول باسم مصر، ورفعت اسم سوهاج ومصر وحصلت على المركز الاول عالميا، والحمد لله بلعب باسم نادي الايمان محليا ومحقق اكثر من بطوله، مركز اول في بطوله الجمهوريه. زينب شعبان عبد الله بطله جمهوريه العاب قوه رمح وجرس، حصلت على 4 ميداليات فضيه وواحده ميداليه ذهب وواحده برونزيه رمح وجرس، وبلعب مع ابطال الاولمبيات في مركز الاولمبي بالمعادي. صابرين صابر حسنين محافظ سوهاج مركز تحتها. بدأت اللعب بتاعي في العاب القوة الرمح والقرص من 2019، حصل في 2019 على الميداليتين مركز أول ومركز تاني، و2000 وبرضه دي في بطولة الجمهورية كأس مصر حصل على الأول والتاني، وبرضه في 2020 حصل على المركز التاني في بطولة الجمهورية وكأس مصر برضه الأول والتاني، فبرضه في 21 و22 و23 في المركز الاول على طول من في كاس مصر والجمهوريه. تاتي اهميه هذه الاحتفاليه عرفانا من مجلس النادي بتكريم هؤلاء الابطال وتحفيزهم للمواصله والاستمرار في حصد البطولات، وذلك بالتوازي بما تقوم به الدوله ورعايه فخامه الرئيس لذوي الهمم وحرصه على اللقاء بهم في مختلف المناسبات. خالد مشنب لقناه طيبه.